وصير كوزارة دعافي ماتك سومالي لان اي مسؤولين كردوان او كسعود الوزارة داسي ايا مانتا حاليكا كجراي بسم عصوب اولو كرلي اي اسبتال كفستولها اي مقالة دبور ما وحانا مناسبة داني حاليكا لغا كجراي بسم عصوب اولو سو كرلي اي اسبتال كفستولها اي مقالة دبور ما كسو قيب غالي سلادين وقال وحقرب مامور كدقنا دا اي كدوبل كا اي مسؤولين تقان تكو هيا اسبتال كفستولها اي مقالة دبور وحان هاركاسي اوغو هورين كهدلي دكتر سعيد احمد والغد او كميدا مسؤولين تا اسبتار كاسي وحان او كدير هذي بلا سنين او قانتين دبكو نسيتين في اكتوبر سنتين دوبان برمين إلا اي مكان كوني يشار بقرون يشار يتضباتين بيش دبان الزمين ودبان زمين عاصطارين sidoo kale dr ibraahin siciid qaws oo isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta isbitaalkaasi ayaa ku dheeraaday baahida loo qabay isbitaalkani sudaar abdirahmaan jaamac dowl gudoomiye ku xigeenka gobolka awdal isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal iyo meer ku xigeenka magaalada boorama oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen waxaan leenahay shukran lakum وانا كل تولي نقول واجب وقت بني ادم بدل دلادين يسانو مهم في سلو الصومالي اودان اما مهلا افكا الصومالي قد اغا حضو كما يقولون واحد سوي مادان كم بورما دمان با انتين لغا تاقوليسي كون قادتان كحوليه وحلوه قبلي وسيلة هيد دمول في شرعة هاد عيان من هاد علمية وحوه يعيد كستا وحوشان ايادا مدوين بدن نوان سوى تشوغي هالكاني كقيم قادتي ان وان مهد علية قبر كميدا حبلها لقد داوي حنون كفستو لها ايا ايادونا كورانتي لباتة دايكو تميد ايو عافي ماتك اي كلا نقوتي اللوغو سميي بورما وحانا كفستو لها بعود الى الوقت هاي صحيح تميتين وحانا ايقود ريا حنون كفستو لها يران في دايو جرسنا انتان سيدا واي صوبس اي مقارن تختيقي عنو ترقري دولك وحانا ايادي عرفك ان وحانا يقول عاي حنوكم في السلداء وحانا لكل ما يوحيا بقال دي عاد وفربضن نفسي دينا قارا حان سامي وحانا نفسي دكو سامي سي بوشدا كان لحباح قارا حان وقدر ينقى قارا حان إياه ان دالي يرد إذا فعلي دا يتمر كيقا وابنا عاي قارا حان انا يقول فوقين اسكنا كيف فوقين سي عنا حي انا قد قبر فن اغورا يسا عاي اسكا كيف فوقين كنتي بوحان كو قاري فوقين تي عاي اسكا كيف فوقين دالي يرد يو تمر كيقا وابنا اخويا انكي قاحي waxaan ku samrayay ilaahay waxaanan helaysan alhamdulillah rabbil alamin gabagabadii ayaa waxa halkaas ka hadlay mas'uul u hadlayay ayada world vision oo iyadu ahay tii fulisay dhismahani cusub ee lagu kordhinayo isbitaalka fistulaha waxaan oran karaa baahi weyn ayaa loo qabay in loo kordhiyo ambala fidiyo isbitaalka dhakhaatiirta ka hawlgashayna runtii wax badan ayay ummadeenna u qabatay allah ka jisaayisiiyo waxaanan ka sugaynaa wax intaa ka sii ballaaran gabagabadii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland dr saleeban ciise axmed xaqle toosiye waxaana uu ka dhawaajiyay aad markii hore ugu mahadnaqayaa aasaasiyashii isbitaalka oo runtii aan uga mahadnaqayo sida wanaagsan ee ugu fikireen in xanuunkaas lala dagaalamo si loo bedelo nolosha dadka xanuunkaas la noolaa waa xanuun aad u xun waa xanuun qofka ama gabadhu ay lumineyso kontroolka kaadida ama saxarada maxamed cabdillaahi dowsid karsan tv magaalada boorama